جلس قتادة فقيه أهل البصرة يوما في مجلس في حضور الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال أبو جعفر لقتادة: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري. فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه، أظلة عن يمين عرشه. فسكت قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم، ما اضطرب قدامك. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك، أتدري أين أنت؟ بين يدي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ونحن أولئك. فقال له قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. ولنعرف فضل تلكم البيوت التي أذن الله لها أن ترفع، ونتذاكر شيئا من فضائل آل محمد، يشرفنا أن نستقبل فضيلة الشيخ جعفر الأمجدي، نستقبله نحن وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى في تنزيله المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض. في المقدمة، لماذا الإصرار والإلحاح والتأكيد عندما نريد أن نعرف رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، أو أن نمدحه، نعرفه ونمدحه بأنه نور؟ حتى في أدبياتنا، في أشعارنا، في أهازيجنا، هذا الأمر واضح جدا عندما يريد الشاعر أن يمدح الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه يصفه بأنه نور. لماذا لا نكتفي بتعريف الرسول صلى الله عليه وآله، أو أي إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، باسمه؟ خصوصا أن أسماء المعصومين ما يميزها أنها تنطبق على ذواتهم. أسماء المعصومين ليست كأسمائنا نحن، أسماؤنا تخضع للارتجال بدون مناسبة، أو تخضع للتفاؤل. يعني عندما يقوم الأب بإعطاء اسم جميل لابنه، يطمع ويتفاءل أن تصطبغ شخصية الابن بمعنى الاسم. أما ما يميز أسماء المعصومين سلام الله عليهم، أن أسماءهم تنطبق على ذواتهم، وهذا ما عناه الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة عندما قال: ما أحلى أسماءكم. فوجه حلاوة أسماء المعصومين سلام الله عليهم تكمن في هاتين الحيثيتين: الحيثية الأولى
أنها أسماء جميلة، أسماء حسنة. والحيثية الثانية أنها تنطبق بمعناها على ذواتهم، فمحمد محمد من كل جهة محمد، وعلي علي، والزهراء زهراء، والحسن حسن، والحسين حسين، والسجاد سجاد، وهكذا. فلم لا نكتفي بتعريف ذوات المعصومين وذات رسول الله صلى الله عليه وآله بالاسم؟ في مقام الجواب لا بد أن نلتفت إلى نقطة مهمة للغاية، وهي: صحيح أن أسماء المعصومين تنطبق على ذواتهم، ولكن لو عرفنا الرسول صلى الله عليه وآله بأنه نبي، أو بأنه رسول، أو بأنه سراج منير، أو بأنه رؤوف رحيم، أو عرفنا عليا بأنه شجاع أو عالم، هنا يكون قد أشرنا إلى حيثية من حيثيات هذه الذات، وأغفلنا الحيثيات الأخرى. لو فرضنا وجود شخص يجمع صفات متعددة كالشجاعة والكرم والوفاء والمروءة وما شابه ذلك، وعرفناه بأنه شجاع، هذا التعريف وإن كان صحيحاً ولكنه تعريف ماذا؟ ناقص، يغفل بقية الصفات الأخر. إذن لو عرفنا النبي صلى الله عليه وآله بأنه الكريم، بأنه الرحيم، بأنه الهادي، المنقذ، البشير، هنا يكون قد أغفلنا باقي الصفات. جاء المنطقيون وقالوا: إذا أردنا أن نعرف شيئا تعريفا مطابقا لواقعيته من كل جهة، فلا بد أن يتسم ذلك التعريف بسمتين. السمة الأولى السمة الجامعية، والسمة الثانية السمة المانعية، أن يكون التعريف جامعا ومانعا. ما معنى أن يكون التعريف جامعا ومانعا؟ يعني أن يكون جامعا يجمع كل خصوصيات المعرف ولا يهمل خصوصية من خصوصياته، مانعا أن يمنع الذوات المشابهة للمعرف أن تدخل معه في التعريف فتحدث تشويشا. فلنستعرض مثالا يقرب هذا المعنى. لو عرفنا الماء بأنه السائل، يقولون هذا التعريف تعريف غير منطبق على ذات المعرف، لأنه لم يجمع كل خصوصيات الماء ولم يمنع الأمور المشابهة للماء أن تدخل معه في التعريف. يعني مثلا عندما نعرف الماء بأنه السائل، الماء تعريفه فقط سائل، يعني فقط الصفة الوحيدة في أنه سائل، أو يوجد أيضا هناك صفات أخرى فيه، وهي ماذا؟ أنه شفاف، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة، زين، ترتوي منه الكائنات الحية وما شابه ذلك. إذن هو غير جامع وغير مانع، بمعنى لما أعرف الماء بأنه السائل يدخل في هذا التعريف غير الماء كالعصير والكيروسين والبنزين مثلا وما شابه ذلك من السوائل الأخرى.
بخلاف لو عرفت الماء بأنه ذلك السائل الذي لا طعم له ولا لون له ولا رائحة، مكون من أكسجين وهيدروجين، ومنه جعل الله كل شيء حي. هنا خلاص عرفت الماء بكل خصوصياته ومنعت الأمور المشابهة أن تدخل معه. نفس هذا المعنى إذا جئنا لتعريف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، كيف نعرفه؟ هنا ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة جدا. نحن في التعريف لا نريد أن نعرف اسم النبي صلى الله عليه وآله، وإنما نريد أن نعرف معالم ماهية النبي صلى الله عليه وآله. حتى أبين هذا المعنى، لو نظرت إلى شيء من بعيد وسألك الذي جنبك ما هذا الشيء، بخلاف لو سألك من هذا، لو قال لك ما هذا غير لو قال لك من هذا. ما الفرق؟ الفرق لو قال لك من هذا يعني ماذا؟ يعني هو يعرف أنه إنسان لكن لا يعرف ماذا اسمه، من هو. أما لو قال لك ما هذا، هو يسأل عن ماذا؟ مو عن اسمه، يسأل عن ماذا؟ عن ماهيته. هل هو إنسان، حيوان، نبات، جان، ملك، كذا كذا إلى آخره. نحن في هذه الإطلالة نريد أن نتعرف على بعض معالم ماهية النبي صلى الله عليه وآله، من بوابة أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. لا بد أن نعرف منزلة هذا النبي العظيم، ما هي منزلته، ما هي موقعه من الإعراب في عالم الوجود. تتلاحظ حتى في مثلا الدراسات الحضارية كعلم الفيزياء أو علم الكيمياء أو علم الأحياء، يركز على ما هي العناصر الأهم في هذا الكائن الحي، وما هي الكائنات الأهم في هذه المنظومة. يعني مثلا في الفيزياء هناك مواد كثيرة تدرس، ولكن يركز على أهم المواد في عالم الوجود، أهم المواد في عالم الطبيعة. فكيف نركز على أهم موجود في عالم الوجود؟ هنا نحاول في هذه الإطلالة أيضا وما تبقى أن نطرح ثلاثة طرق لتعريف النبي صلى الله عليه وآله. الطريق الأول أن نلجأ إلى التأريخ، فنقرأ في كتب التأريخ فنحاول أن نتلمس بعض معالم شخصية النبي صلى الله عليه وآله، بعض معالم ماهية ذاته المقدسة. إلا أن كتب التأريخ لا يمكن أن تفي بذلك وأن تستغرق ذلك، خصوصا أن كثير من كتب التأريخ أهملت جوانب العظمة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وكثير منها نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ما لا يليق به. يعني قبل أن نعترض على الإساءات القادمة من خارج الوسط الإسلامي، هناك بعض المأثورات في داخل الوسط الإسلامي من المدرسة الأخرى للأسف الشديد تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله بما يوازي أو يفوق أيضا إساءات الأخرى. ولا أريد أن أعين أو أشخص بعض الكتب وهي واضحة في ذلك. من هنا نقول الاطلاع على شخصية النبي صلى الله عليه وآله من رؤية تاريخية ممتاز، هي الخطوة الأولى، ولكنها لا تكفي للتعرف على معالم هذه الشخصية العظيمة. الطريق الثاني طريق أوضح، طريق أقرب،
وهو الطريق الروائي، كيف عرف المعصومون ذات محمد صلى الله عليه وآله؟ تحدث عنه أمير المؤمنين، تحدثت عنه الزهراء، تحدث عنه الإمام الحسن، تحدث عنه الإمام الحسين، تحدث عنه المعصومون صلوات الله عليهم، على قاعدة لا يعرف المعصوم إلا المعصوم. من هنا كما قال صلى الله عليه وآله: يا علي ما عرفني إلا الله وأنت. طبعا وأنت مو محصورة فقط في أمير المؤمنين، وإن كانت رتبة أمير المؤمنين فوق رتبة الأئمة عليهم السلام، ولكنها أيضا تشمل بقية الأئمة سلام الله عليهم. من هذا المنطلق، المعصومون لما جاءوا إلى تعريف أهل البيت سلام الله عليهم وعلى رأسهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، عرفوه بالجنبة النورانية أنه نور. حتى هو لما عبر عن نفسه صلى الله عليه وآله لما خاطب جابر قال: يا جابر، أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك محمد. وهنا ملاحظة، لم يقل أول ما خلق الله يا جابر مثلا جسم نبيك، روح نبيك، بدن نبيك، لا، وإنما تحدث عن الجنبة النورية. وهذا معنى أن حقيقة النبي صلى الله عليه وآله ليست الحقيقة البشرية، هذه الحقيقة البشرية هي ظل للحقيقة النورية. أيضا عندما نأتي إلى زيارة الجامعة للإمام الهادي عليه السلام، لما يجي يريد يعرف شخصيات المعصومين وفي مقدمهم جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: جعلكم الله أنوارا بعرشه محتقين، يعرفهم بالنورانية أنهم أنوار. إذن الروايات المعصومية عندما أرادت أن تبين لنا حقيقة المعصومين سلام الله عليهم، عرفتهم بأنهم أنوار. هنا قد يقول قائل: هل يوجد مستمسك قرآني واضح يدلل على أن شخصية النبي صلى الله عليه وآله الحقيقية هي الشخصية النورية، وأن شخصيات المعصومين كانت شخصيات نورانية قبل أن تكون شخصيات بشرية؟ نعم، لاحظوا في هذه الآية، وهي في آية النور: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، أهل التفسير يقولون، المحققون منهم، إن هذه الإضافة إضافة تشريفية، يعني الله خلق نور السماوات والأرض، خلق نور السماوات والأرض، أن نور الله عز وجل ليس نور كهذا النور، يعني هذا النور لو كان الله عز وجل الذي من أسمائه النور هو نور بهذا المعنى الضوء، يعني صار جسم، لأن هذا النور ماذا؟ عبارة عن جسيمات. وإنما هو نور السماوات والأرض، هو موجود قبل السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ خلق نورا أضاء السماوات والأرض. ما هو هذا النور؟ لما نتكمل الآية وتدخل إلى الآية التي بعدها كما تفضل الأخ المقدم: في بيوت أذن الله أن ترفع. إن هذا النور الذي هو نور السماوات والأرض وين موجود؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن الله أن ترفع أحد معانيها، يعني الله أذن لهذا النور الذي جعله في السماوات والأرض أن يرفع في النفوس. مساكم الله بالخير، الله يخليكم إن شاء الله، أن ترفع في النفوس، أن تقدس في العقول والقلوب. في بيوت، ودائما علماء اللغة الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء سابق. يجي واحد يقول له: واحد في البيت أو في السيارة، يقول لك: شنو في السيارة؟ الآية تقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. ما هو هذا الشيء الذي هو في بيوت؟ ذلك النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره
إذن الحقيقة المحمدية عبارة عن حقيقة نورانية، والوجود البشري لأهل البيت سلام الله عليهم هو ظل لذلك النور. قد تسأل الآن هنا وتقول هل يوجد آيات أخرى تدل على الوجود النوري للمعصومين وللنبي صلى الله عليه وسلم قبل خلق الخلق؟ نعم، لاحظ هذه الآية: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئوني بأسماء هؤلاء. سؤال: ما هي تلك الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم؟ بعض المفسرين يقول أسماء الأشجار والأنهار والأطيار والجبال وإلى آخره، لكن هذه ذوات غير عاقلة. وإذا كنتم تحبون اللغة العربية وتلتفتون إلى هذا المعنى، فإن غير العاقل لا يطلق عليه ماذا؟ هؤلاء. لا تقول هؤلاء الكراسي، تقول هذه الكراسي. هؤلاء ما معنى؟ معنى أن تلك الأسماء التي علم إياها آدم هي لذوات عاقلة، وتلك الذوات كما ورد في رواياتنا وحتى روايات أهل السنة هم أهل البيت سلام الله عليهم. هنا نختم بهذه المسألة: إذا أصررتم على أن حقيقة النبي صلى الله عليه وآله أنه نور، سؤال: ما معنى أن النبي نور؟ ما معنى أن الأئمة نور؟ هذا مستعمل في أدبياتنا، دائما نشبه الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور، هم النور، نور الله جل جلاله. زين، ما معنى أن أهل البيت نور؟ لنتصور أنهم نور، يعني معنى الضوء هالشكل، هو أعظم من هذا الضوء. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن للشمس وجهان، وجه يلي أهل السماء ووجه يلي أهل الأرض. رواية عجيبة، اسمع شوي: أما الوجه الذي يلي أهل السماء شنو مكتوب عليه؟ لا إله إلا الله، أو الله نور السماوات والأرض. والذي مكتوب على الوجه الذي يلي أهل الأرض: علي نور الأرضين. نور بأي معنى؟ نور أحد معاني نوريتهم أن النور يطرد ضده، يطرد الظلام، فهم نور محض، يعني هم طهر خالص لا يخالطه ظلمة، علم لا يخالطه جهل، سمو لا يخالطه دنو. اثنين: أن من يأتي إلى عالم الدنيا ويريد أن يصل إلى الله عز وجل ويمشي في الصراط المستقيم، لا بد أن ماذا؟ من شرائط المشي في طريق أن يكون هناك ماذا؟ نور، ضياء إليك، وإلا تتخبط في الظلام. هم النور الذي جعله الله في عالم الدنيا بل في كل العوالم، لكي تستهدي به جميع المخلوقات، مو فقط ماذا؟ مو فقط الناس، جميع المخلوقات تستهدي بنورهم. أنا أختم هنا باعتبار الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا أن المعصوم ليس حجة على الناس فقط. شنو تقرؤون في دعاء التوسل؟ يا حجة الله على عباده، ناسه، خلقه. عصفوران يغردان في نافذة الإمام الصادق عليه السلام. زين، عصفوران. فالتفت الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحابه فقال: أتعرفون ماذا يقول هذا لتلك؟ ظهرنا يغرد، هو الذكر من الأنثى يعني. أتعرفون ماذا يقول هذا لتلك؟ اسمع الرواية لطيفة جدا حتى نختمها وصير صلوات إن شاء الله. فقالوا: لا نعلم يا ابن رسول الله. فقال: إنه، يعني العصفور، يتودد إليها ويقول لها: يا هنائي، يا مناي، يا كذا، والله ما في الكون أحب إلي منك
إلا جعفر بن محمد. والشاهد القرآن يدلل على أن المخلوقات تعرف المعصومين. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. إذا النملة تعرف اسم النبي سليمان لو لا؟ القرآن ينطق بأن المخلوقات بما في ذلك الكائنات الدقيقة وكذا تعرف إمام زمانها. من تعرف عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا تحدث عنه علي عليه السلام ذلك الحبر اليهودي يقول له يا أبا الحسن أأنت نبيون؟ أنت نبي يعني أنت نبوتك مثل نبوة النبي محمد يعني صلى الله عليه وسلم. قال ويحك أنا عبد من عبيد محمد قطرة في بحر محمد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بمعارف ديننا وأن يجعلنا ممن يعرفون مقامهم ويلتزمون بخطهم ويستهدون بهديهم. إن كان للعذراء نور واحد فلفاطم أقمارها الإحدى عشر. إن كان يوشع رد الشمس مغيبه فالشمس قد سجدت لحيدر إذ أمر. إن كان موسى شق بحرا بالعصا فمحمد بالإصبع شق القمر.